تحليلات عدة حاولت تفسير سبب الكسائر المدمرة التي نجمت عن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا. علماء أفادوا أن الزلزال تسبب في صدع يمتد طوله لما يزيد على 100 كيلومتر بينما يعرف بالصفيحة الأناضولية والصفيحة العربية، فضلاً عن أن عمقه كان على نحو 18 كيلومتراً عند فالق شرق الأناضول. وبعدها مباشرة أطلق الزلزال موجات باتجاه الشمال الشرقي مما تسبب في حدوث دمار واسع في تركيا وسوريا. تقع تركيا على خط صدع زلزالي رئيسي في العالم، هو خط الصدع الشرقي للأناضول، وهو خط زلزالي يمثل كسراً في الصخور، كما ينشط داخل حدودها ثلاثة خطوط زلزالية فاعلة. صدع غرب الأناضول المتصدع والمتشعب هو الأول والأكثر حركة، ويمر بمناطق بحر إيجا وبحر مرمرة. وصدع شمال الأناضول بطول 1350 كيلومتراً ويمر في المناطق المقابلة للبحر الأسود، فضلاً عن الصدع الذي يمر في شرق الأناضول ويصل طوله إلى نحو 530 كيلومتراً.